افضل هدف اكيد هدف ماتش العين ده، يتاخد تقريبا احسن هدف الموسم ده بتاع العين، كان هدف حلو وجميل اعتقد افضل هدف الهدف اللي جابه مع فاركو كان السنه اللي فاتت في الموسم اللي فات يعني، ده كان افضل هدف ليه يعني، حتى توج باحسن هدف في الموسم يعني. انا شايف بصراحه الهدف الاخير بتاع العين الاماراتي هدف عالمي، انا كنت محظوظ اني كنت في الاستاد وقتها، انا ما صدقتش ان كنت دخل. والله هو لاعب اولا متميز وجي اضافه لفرقه النادي الاهلي، وشيء طبيعي في لي محبينه، قد يكون حد مش بيحبه او حد غيران من محبينه من الفرقه الاخرى اللي هو سابها، ولكن انا شايفه ان هو ولد لغايه دلوقتي مش شفناش منه مشاكل، ولد ملتزم جدا. هو ممكن يكون بيقع في مشاكل كتير بس هو مش بتاع مشاكل، مش بيبقى قصده يعني. انا شايف ان هو مركز في الملعب وشايف ان هو بيأدي اللي عليه، كان عنده شويه دروب في المستوى بس ده طبيعي لاي لعيب ممكن يحصل له كده يعني. امام عاشور بفكرني بزين الدين زيدان بصراحه، لان اداؤه امام بيعمل نقله نوعيه في الفرقه من الدفاع للهجوم. يعني انا شايف ان هو زي رومانيجا زي باجيو. تهيألي انا بروح لزيدان شويه، كان يعني في فتره نجوميه زيدان هو امام زيه كده. دي بروين اللي هو بتاع مانشستر سيتي والمنتخب بلجيكا. دي بروين شويه. دي بروين بتاع مانشستر سيتي. انا بقول اسكو اللي كان بيلعب في ريال مدريد، لعيب كان متكامل، فانا شايف ان امام عاشور ان شاء الله هيبقى احسن منه باذن الله. بلينجهام. هو بلينجهام هو وهو كمان بيحبه جدا وواضح من الاحتفالات يعني. دينامو، عشان هو دينامو في الملعب بيلعب في كل مكان وساعد الفريق كويس. هو اللاعب الشقي بصراحه. احنا هنقول الماجيكو زي ابو تريكه. هقول عليه البونبونيه بتاع النادي الاهلي. شايفه مدفعجي لان تصويبته كويسه على المرمى وتسديداته قويه. الغزاله. غزالة حمراء زي ما هو بيقول يعني. الماستو. ماستو نص الملعب بتاع النادي الاهلي.